ودائما مع الحيل والتدابير المنزلية جبت لكم اليوم تشكيلة رائعة من الأفكار اللي غادي تنفعكم إن شاء الله. حيلة حصرية باش تجيك القصرية ديال الكسكسو ملبية والمريقة خاترة، كذلك طريقة رائعة لتنظيف القلة ديال الطين اللي كتكون فيها ريحة كريهة، فخليكم معايا حتى لآخر الفيديو. ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير وفيديو جديد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوني كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. والا كنتوا متتبعين اوفياء كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو ويلا نبداو على بركه الله. وغادي نبداو على بركه الله في اول تدبيره في هذا الفيديو اللي كتخص البصله، خصوصا هذه البصله كما كنقولوا لها البصله الخضاريه او البصله حريف، فباش تبقى لكم مده طويله وما تخسرش يعني ما تخماش. كيف تجيبوها؟ حاولوا انكم تحيدوا منها هذوك الجذور اللي كيكونوا في الاسفل، هذوك الشكوك عرفتوا هذه، حاولوا انكم تزولوها هكذا بشي مقص على الجذر، ما تخليو فيها حتى شي حاجه نهائيا، لانه اول بلاصه كتبدا كتفسد منها البصله هو داك القلب ديالها. فحيدوه ليها، شوفوا انا راه نسيت وحده، حيدوه ضروري باش كتبقى لكم البصله مده طويله ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. فالا خليتوه كيبقى هو كيخسرها، وكتحلوها من الداخل كتلقاوها يعني خامجه كما كنقولوا اولا طيبه بزاف. ودائما ديروها في بلاصه اللي فيها التهويه، شبيكه هكا تكون متقبه ما تزمتوش عليها نهائيا، وهكذا راه غادي تطاول معكم لا هي لا البطاطا. هاد التدبير هادي دائما ديروها قبل ما تطيبوا العدس، نهار تبغوا تطيبوا العدس من الافضل انكم تنقعوه قبل. الا كان عندكم يعني الوقت نقعوه حتى ليله كامله ما كاينش مشكل، اولا نقعوه واحد نصف ساعه قبل باش ملي كيطيب ما كيتفسخش ليه الجلده ديالو، كيبقى يعني هكذا تيبقى مزيان وما كيتهجنش. وحاجه اخرى هي ديروا ليه واحد العصره ديال الحامض، انا ما عنديش درت غير الخل ديال الحامض. هذيك العصره ديال الحامض كتخلي اللون ديالو كيبقى مزيان، ما كيكحلش في الطياب، وكيجي يعني حتى المذاق ديالو ما فيش واحد المروره كتكون. هذه واحد الحيله زوينه بزاف بالنسبه للقرعه الخضراء، راكم عارفين كتكون فيها واحد المذاق باسل واحد شويه، فباش ترجعوها لذيذه بزاف. عندي هذه القرعه هذه بلديه صراحه، جبتها لي غير واحد السيده، انا مثلا نشريهاش تشري قرعه صغار. المهم هذه ديروا هذه الحيله للقرعه الكبيره والصغيره. صافي هنا قسمتها على جوج، وقبل ما تطيبوها سواء في كسكسو او في اي حاجه كترشوا عليها شويه ديال الملح بحال هكا، وكتخليوها على جنب كتطلق داك الماء ديالها، وعرفتوا كتولي المذاق ديالها مختلف سبحان الله، كتولي رائعه في المذاق، يعني المذاق ديالها ما كيبقاش نهائيا فيه داك يعني بحال كنقولوا حنايا باسل. جربوها ردوا عليا خبر. هذه واحد لاستيس اولا واحد الحيله، الا بغيتي المرقه ديال الكسكسو اولا لاصوص تجيك خاطره ولذيذه، استعملي الطماطم المركزه ما طيش ديال الحك، انا كنديرها حتى الاخير يعني حتى كطيب ديال الخضره القرعه كلشي كيطيب، وكنزيد واحد المعلقه هكا ما عمرهاش ديال مركز الطماطم، كتعطيه واحد اللذه خطيره. ما كنديرش نهائيا مطيشه في المرقه ديال الكسكسو، كندير مطيشه ديال الحك. اللي عارفها تشاركها معايا في التعاليق، كنضيفها حتى الاخير عرفتو، كتعطي واحد البنه خطيره وكتعلك لينا ديك المرقه، ما كتبقاش يعني مرقه جاريه، كتولي خاطره. كنخليها حتى كتخلط وتشوفوا معايا النتيجه. وكنخلي لاصوص فوق البوطه كتغلى، وكنبدا نسقي بها هنايا كسكسو. فكل منطقه وكل شخص عنده طريقه ديالو في كسكسو، انا فقط تقاسمت معكم هاد التدبيره هادي. كتجي بها المرقه ثقيله وخاتره، حنا من الناس اللي كنبغيو نديرو خضره كثيره في كسكسو، غادي تشوفوا هذا المنظر هذا، الخضره كثيره لانه حنا كنبغيوها، والمرقه حتى هي كتكون كثيره ولكن كتكون خاتره. وجاني تساؤل من عند واحد الاخت خلات ليا في تعليق، كيفاش نقدروا ننظفوا هاد البرادات هادو او هاد القلات هادو اللي تيجيو بالروبيني تيكونوا كبار، الا بقاو مده طويله وهما خاويين فكتكون فيهم واحد الريحه خايبه، فباش تزولوا منهم هذيك الريحه الخايبه خليكم معايا، غادي نتشارك معكم الطريقه بالتفصيل. غادي نشارك معكم بعض النصائح بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو هاد القلات هادو ديال الطين. حنا تنقول لهم هنا في مراكش البرادات، اظن هذا الاسم هذا يقدر يكون حتى في مناطق اخرى. المهم كاين اللي كيقول لهم القلوشات ديال الطين، وكاين اللي تيقول لهم غير القله. بالنسبه لهاد القله هذه ديال الطين
فمنين تبغيو تاخذوها ضروري ما تاخذوا السمك ديالها يكون غليظ، يعني تكون غليظه كما كتشوفوا. راه كاينين فيهم اللي كيكونوا رقاق، كنقصد هذا الغلظ هذا كيكونوا فيهم رقاق، وكاينين اللي تيكون فيهم يعني السمك غليظ بحال هذه، السمك ديالها غليظ. ثاني حاجه سولوه واش كترشح، بمعنى واش كتسرب الماء لبرا، يعني واش كتعرق. البراده باش انها تكون يعني تتبرد الماء خاصها تكون كترشح، يعني كتسرب الماء. حنايا راه دايرين ليها هنايا واحد الغطاء هنايا، عرفتوا كيعمر بالماء، كتبقى كلها كتعرق. انفو كتعمر بالماء كتبقى كتعرق، وملي كيضرب فيها الهواء هذاك الماء ما شاء الله كيخرج بارد وزوين. وما نهضرش لكم على المنافع ديال الطين، راها معروفه. الماء سبحان الله المذاق ديالو كيتبدل وكيكونوا فيه اكيد منافع. فاحسن حاجه هي الانسان يشرب ماء ديال الطين. وكذلك سولوا على النوع ديال الطين اللي مصوبه منه، بحال هنايا في مراكش تناخذوا اغلبيه حويجات ديال الطين تناخذوهم من سوق الربيع اولا من الفخاره، راهم هاد بلايص هادو معروفين في مراكش. وتنسولوا على الطين اولا على التراب ديال تمصلحت، يعني الحويجات اللي مصوبين بالطين اولا التراب ديال تمصلحت كيكونوا صراحه صدقوا لينا زوينين، يعني البراده كتبقى كتبرد مده طويله. عندي هنايا الحجر، هاد الحجيرات هادو جبتهم من جنب الواد. ممكن تستعملوا اي حجر، غسلوه مزيان ونقيوه وكديروه وسط من القله ديال الطين وكتحركوها مزيان. هاد الحجر هذا كيساعد انه كتنقى من الداخل الا كان فيها شي شوائب ولا شي حاجه كتحيد، ومن بعد كتزولوا هاد الحجر هذا وغديروا الخلطه. نجيب هنايا تخت ديال القهوه وكنجيب مكون اخر اللي هو الخل. صافي هادو هما المكونات اللي كنحتاج. غادي نكبوا واحد الكميه مهمه حتى كنحصل على واحد الخليط يكون هكذا، خليط اللي هو جاري واحد شويه. نخلطو مزيان. هذا الخليط هذا رائع جدا لازاله الروائح، اي حاجه عندكم فيها ريحه خايبه ممكن تستعملوا لها هذه الخلطه هذه، بحال مثلا الترموسات اللي تيكونوا مسدودين واحد المده طويله، ملي كتجيو تحلوهم كتلقاو فيهم واحد الريحه بحال ديال الغموله. فهاد الخلطه هذه خطيره لهاد المساله هذه، كتخبو واحد شويه، تخلطوا تحركوا الترموس ومن بعد كتشللوه، عرفتوا راه ما كيبقاش فيه نهائيا حس شي ريحه. صافي الخلطه ها هي وجدات. كذلك الاخوات اللي تشكاو من الطواجن، فاش شاركت معكم الفيديو ديال حيله كيفاش تحافظ على الطاجين ديالك ما يلصقش ما يطرطقش وفي نفس الوقت ما يحرقش لك الطياب، جاوني تساؤلات بالنسبه للطاجين اللي كتكون فيه ريحه ديال الطين ما كتبغيش تحيد منه. هاد الخلطه هادي كدير منها واحد الكميه بحال هكا، كميه بسيطه، دهني الطاجين ديالك وخليه ليله كامله، الصباح شليه غير بالماء صافي واستعمليه وشوفي ديك الساعات واش غتبقى فيه شي ريحه. راه ما كتبقى فيه حتى شي ريحه. انا هاد التدبيره تنديرها للطواجن ان فوا تنبغي نطيب فيهم اول مره كتكون ديك الريحه ديال الطين بجهده. صافي تنبيت فيهم هاد الخلطه، من بعد كنشللهم صافي كيوليو كيطيبوا ليا مزيان، وفي نفس الوقت يعني ما كتبقاش ريحه الطين كتخرج منهم. صافي تشلوا الطاجين ديالكم، تفادوا انكم تحكوه بالجكس الا تحرق ليكم ولا شي حاجه، خذوا غير قطعه ديال السكر اولا قطعه ديال الفحم الفاخر وحكوا، ما تحكوش بالجكس نهائيا. صافي راه غيبقى لكم الطاجين ديالكم زوين. وبنفس الطريقه كتاخذوا الخلطه كديروها في وسط من القله ديال الطين وكتخليوها واحد المده، يعني على الاقل ساعه وممكن تخليوها حتى ليله كامله. من بعد كتشلوا القله ديالكم فراه كترجع نقيه وكتحيد منها الرائحه الكريهه، ما كيبقى فيها حتى شي رائحه اللي هي مزويناش. ما تنساوش تدخلوا الفيديوهات المقترحه، اكيد غادي تلقاو فيها حيل وافكار ووصفات اخرى غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.